السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا في هذه المرحلة الجديدة من مراحل لعبة برينتس 2 عائلة العقاد. إذا لم تكن بعد من المشتركين فرجاء اشترك في القناة. ساعد نانسي في ممارسة الرياضة مع أمها. تريد نانسي وجيجي أن تمارس الرياضة، لكن أمامنا هبة تحمل بالونا، لذلك لا يمكننا رؤية الحركات. نحمل هذا المشط ونقوم بفرقعة البالون، ثم نتابع حركات الأم. أي حركة تقوم بها إلا وتقوم بها أيضا نانسي، وذلك بالضغط على اليد التي تحركها الأم لكي تفعل ذلك أيضا نانسي. نلتقي في مرحلة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.